ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول أو تقول أو تقول. قبل أن نقول ذلك يا أخي تعال نتوب إلى الله قبل أن نذوب في عذاب الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وجوههم مسودة لكذبهم على الله، يكذبون ومجتمعنا امتلأ الكثير منه بالكذب، يكذبون يكذبون على الناس ويكذبون على الله. نسأل الله أن نتوب جميعا، نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب ويتوب علينا فيقبل توبتنا. التوبة ثلاثة أقسام: توبة الله على العبد، وإذا لم يتوب العبد على الله لا يتوب العبد. قال الله ثم تاب عليهم ليتوبوا، فإذا تاب الله عليك تبت فيقبل الله توبتك. هذا هو يعني الدرجة الثالثة، يتوب الله عليك فتتوب، فإذا تبت قبل الله توبتك. إخواني أخبرنا الله، وهذا لا بد أن أخبركم به أو أذكركم به على الأصح، أخبرنا الله في كتابه أن حملة عرشه يستغفرون الله للتائبين. تعال وأكن أنا وأنت يا عبد الله من التائبين، تعال. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، والهمنا واعنا على فعل الطاعات والحسنات، وتقبل منا ذلك يا رب الأرض والسماوات. لا إله إلا الله، تعالوا نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.